السلام عليكم متابعين سبوتر بودكاست، حياكم الله في بودكاست جديد. ضيفنا اليوم أحد المؤثرين والمثقفين القدامى في عالم صناعة المحتوى، بالذات في مجال رياضة كمال الأجسام. أكثر من 30 مليون متابعة على قناة اليوتيوب، وأكثر من 1000 حياة تغيرت للأفضل تحت إشراف الكابتن. ضيف الحلقة اليوم كابتن محمد مناف، أهلا وسهلا فيك. يس سير، الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك على تلبيتك الدعوة. الله يحفظك، أنا اللي بتشكرك والله على الفرصة الحلوة. الله يحفظك يا رب. يعني عن جد شرف إنه تضغطنا في جدولك الحافل. لا يا رجل، الله يسامحك، والله إنه الشرف. بالعكس، أي مساعدة يعني أي كولابوريشن مع أي حدا أنا دائما متواجد إن شاء الله. بالعكس شيء حلو. إحنا حنعرف عن حنسألك عن سبب تسمية The Five O Coach هذه، أنه يعني حاولنا فريق الإعداد إنه يدور على الهاي، بس حنسألها في لما نيجي نتكلم عن قناة اليوتيوب. بس بالأول إذا تقدر تعرف عن نفسك، تعرفه بسيط للي ما بيعرف كابتن محمد مناف. حاضر. أنا اسمي محمد مناف فرحو، مدرب بلعب اللعبة من زمان. أول ما بديت اللعبة كلاعب كان بـ 1998. حبيت اللعبة، تمرنت، لعبت كرة سلة، لعبت مصارعة رومانية، بس أكثر شيء قدرت استمر بكمال الأجسام. صرت مدرب وقت اللي تميت لعب ألعب ألعب ألعب، حبيت أنه خلص امتهن هالأمر هذا. صرت مدرب بـ 2006، وقت اللي قررت أنه خلص احترف التدريب، يعني صير مهنتي. عملت شهادات، عملت عندي شهادة الاتحاد الإماراتي، عندي شهادة من الاتحاد الدولي الـ IFBB، وشهادة تغذية من الاتحاد الدولي التغذية الرياضية. فبتحس حالك أنه عندك ثقة أكثر، فتميت بهالمجال. بعدين بديت شوي بسوشيال ميديا، بعد يعني نوعا ما متأخر بتقدر تقول بسوشيال ميديا. بديت تقريبا من 2013 2014، بداية طلعتها تقريبا يعني تقريبا في ناس بدأت شوي قبل 2013 2010، بدأت تنضج السوشيال ميديا بشكل عام. بالضبط، يمكن ايه والله نسيت بالضبط متى بلشت انا، بس بتذكر انه اليوتيوب بالضبط 2015، وقبله بسنتين يمكن الانستغرام والشغلات اللي اسهل شوي، السوشيال ميديا السريعه الاسرع. ايه، فتميت كمان بهالمجال. بعد 2020 وقت اللي صار الكوفيد، كمان شوي متاخر، بس بديت اعمل الاونلاين كوتشينج. كمان كان فيه تحديات، شغلات كويسه شغلات منها كويسه، سيرفيسز حسيت انه ما بقدر اقدمها بشكل مزبوط 100%، فلغيتها. سيرفيسز ان شاء الله جديده رح اشتغلها. يعني هذا بالمختصر. جميل جدا. هو السيكونس هو ترتيب الاحداث دائما بيكون بهذا الشكل، انت توقع بحب اللعبه بالاول، صحيح، بعدين لما تبدا تلاقي النتيجه عليك او على اللي حواليك، لما بدات تساعد واحد ولا اثنين، صحيح، بياخذ الواحد الثقه. صحيح. طيب، بما انه الحلقه هذه ان شاء الله رب العالمين حتذاع في شهر رمضان الفضيل، مبارك عليك في الشهر وعلى متابعينا، فحابين نتكلم عن التغذيه والتمرين خلال الشهر الفضيل. ايش التحديات اللي بتواجه، بالذات كونك في بيئه لاعبين كمال اجسام بشكل متخصص، ايش التحديات اللي بتواجه اللاعبين خلال شهر رمضان، خلال صيام ساعات الطويله، كميه الاكل او فترات الاكل بتكون اقل، فواجهوا صعوبات في تحقيق السعرات المحتاجينها في اليوم، التمرين ما بيكون بنفس الشده، ايش التحديات اللي برايك شايفها هي الاهم مناقشتها خلال شهر رمضان؟ والله معلم، شوف هلا بصراحه، طبيعه الشخص، طبيعه جسم الشخص والهدف اللي رح نشتغل عليه، ويمكن تشوف هالأمر غريب، ولكن وين عايش هذا الشخص بيأثر كتير على التحديات. وين عايش يمكن تحسه غريب، ولكن وين عايش، لأنه بعض الناس اللي قاعدين في أوروبا بالضبط، اللي ساعات عندهم الصيام طويلة كتير، فهذا بصراحة التحدي عنده يعني شبه مستحيل. وما شاء الله عليهم بتلاقي صايم وكل شيء، ولكن يعني عم يحط له يلا وجبة وجبتين، فهذا نوع التحدي مختلف تماما عن الشخص اللي بده ينزل وزنه، لأنه هداك بالعكس ممكن يكون الأمر إيجابي بالنسبة له. فهالعوامل الثلاثة هدول بيحددوا أنه هل يترى شهر رمضان رح يكون هو فعلا تحدي له، ولا رح يكون ممكن أدفانتج، ممكن يكون شيء لصالحه يساعده. فبحسب الشخص ممكن نحدد إنه حسب مكان السكن، لأنه هذا ساعات الصيام، وحسب أهدافه. أتوقع يعني الناس اللي بيكون هدفها خسارة الوزن، أتوقع رمضان أكيد بيكسب رمضان، صحيح، فرصة ذهبية لهم لتحقيق حاجات كثيرة. بس أتوقع اللي بيحاول يزيد وزنه أو يكسب العضل أو يحافظ على العضل اللي بناته السنة، هو أتوقع اللي صعب شوي. والله معلم شوف هلا، بده يكون كمان شخص شوي واقعي بالتوقعات تبعه. يعني إذا خلينا نقول ماشي أنت 100% برا رمضان، ما أتوقع رح تقدر تحط هدف 100% في رمضان. خلي هدفك يتغير بشكل واقعي، ما عم أقول يكون هدف محبط،
ولكن يكون واقعي شوي. انت ما يعني ما راح تطلع من رمضان نفس الاداء اللي كنت تمشيه قبل رمضان. ساعات الافطار اقصر بكثير من ساعات العاديه. صحيح. الوجبات اللي راح تحطها يعني اذا انت قادر تحط نفس عدد الوجبات فبيكون هذا امر كثير كثير ايجابي، لانه في ناس مثلا بتلاقي بينام بالنهار وبيصوم بيقعد بالليل بيتمرن وبحسب جدوله يعني بحسب شغله، فهذا الامر جدا نادر. ف يعني بحسب هالامور هي، إذا قلت لك شخص فعلاً فعلاً هدفه كان 100% مثلاً عنده بطولة خلص لا هو كوميتد وهو من الناس اللي بيخسروا عضل لو نزل عفواً لو نزل السعرات ولو قطع مثلاً شوي من 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 وجباته، فبتلاقي يعني ممكن يحاول يمشي 100% وممكن يوصل نفس تقريباً نفس الأداء. طيب لو هنتكلم عن هدول اللي ما يعرفوا بالهارد جينرز، الناس اللي أول ما يقطعوا وجبة بتلاقي الكيلو نزل اتنفسوا وراح، ايش في استراتيجيات ممكن يعملها على اساس انه يدخل السعرات الحراريه هذه خلال فترات الافطار؟ والله هلا شوف، انا عاده الناس اللي عندهم ميتابوليزم سريع الهارد جينرز بحاول ركز لهم اذا كانت العدد الوجبات محدود. هلا في رمضان بده يكون عدد الوجبات محدود، فانا صحيح. بتعامل مع الشخص اللي 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 يعني عم يكون في عنده هالمشكله برمضان، نفس الشخص يلي ما بيحب الاكل كثير، عرفت بياكلهم 3-4 مرات باليوم وخلاص. فبحاول ركز على الـ 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 الوجبات اللي يكون فيها الكالوري عالي، ممكن مثلا فيها القيمه الغذائيه بالضبط، الكالوري دنس حجمها قليل وسعراتها عاليه جدا بالضبط. بدل ما احطهم مثل مثلا الوايت فيش السمك الفيليه ممكن احط له ستيك، اوكي حيكون فيها دهون مش مشكله، بحسب له الدهون هي من ضمن الدهون اللي حياخذها بالضبط. فما راح يروح ياكل وجبه فيها دهون ووجبه فيها بروتين، لا خلاص هالوجبه بتجمع له الاثنين. الكربوهيدرات مثلا بدل ما ياخذها من البطاطا خلينا نقول ممكن ياخذها من الكريم اوف رايس او ياخذها من الشوفان، فنوعا ما كالوريك دنس اعلى. فيها كالوري اكثر من الالياف برضه، انه يعني البطاطا فيها الياف اعلى فهضمها ممكن يكون اصعب او ياخذ وقت او اكل نوعا ما. والكميه كمان معلم، الكميه يعني كميه الكربوهيدرات اللي بال100 جرام في مقابل كميه الكربوهيدرات اللي في 100 جرام بالشوفان بتفرق مزبوط. هون عندك بحدود ال 15 ل 20 جرام، هون عندك بحدود ال 65 جرام. فالشخص اللي حياخذ 65 جرام من الشوفان حيوفر عليه وجبتين او ثلاثه البطاطا اللي حياخذهم بالوجبات العاديه. فيعني بحاول يكون قدر الامكان، هذا هو الابروتش، بانه بشكل انه نغطي الاحتياج قدر الامكان قدر المستطاع بممكن ثلاث وجبات وشيك، أربع وجبات وشيك، ثلاث وجبات واثنين شيكس، الله أعلم. يعني برضو مع هي إدخال الوجبات السائلة اللي هي أنك تعمل لك وجبة منهم يكونوا مشروبين شرب اللي يعني بده شيك ولا اثنين شيك. إذا الشخص الكالوري تبعوله عالين مثلا بغض النظر عن الأرقام يعني، بس إذا الشخص بالنسبة له الكالوري تبعه شوي عالي وما حيقدر يأكلهم أكل شيك صراحة بيسهل كتير. والله هو حل حل جميل جدا للناس بالذات اللي أنا من الناس اللي صعب أكل بمل وانا باكل ما أوكي. يعني فاحيانا انه اشرب السعرات نفسها بيوفر لك السعرات اللي انت محتاجها صحيح. بوقت اقل، انت مش محتاج انك تقضي وقت وتبدا تنضج. مزبوط مزبوط. ومثل ما قلت لك معلم، هلا يعني كمان الوقت اللي انت عم تلقى يعني الهدف اللي انت بدك تسعى له، يعني شفت موضوع الشيك، انا مثلا مثلك الشيك بالنسبه لي اسهل اوكي، ولكن وقت اللي يكون فيه تنشيف وعم تحاول تجهز لبطولة او تنشف او تصوير او شو ما كان، بيوصل مرحله الجوع لدرجه انه بتحس الشيك انه كانك ضيعت وجبه. عرفت السعرات اللي بالشيك بتقول لحالك انا باكل فيها وجبه هي احسن لي، عرفت شو قصدي؟ صحيح. وادخل وبيطلع ولا بالضبط. ولا الهدف عليك. بيحدد الـ 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 يعني شلون بدك انت توصل لهدف. هي كلها ادوات وبتستخدم كل اداه في الطريق بالضبط. وقت اللي عم نشف ممكن مثلا ركز على الوجبات اكثر، وقت اللي عم ضخم ومثل رمضان مثلا ما عندي وقت كثير بركز على الشيك اكثر. طيب بالنسبه للتمرين كابتن، اكيد اتوقع المستويات الطاقه بتكون اقل، بالذات انه شرب المياه بيكون اقل فالعضل نفسه ما بيكون مرطب بشكل كافي، فهل هذا بيأثر او هل من الضروري الواحد انه يعدل شده التمرين او في امكانيه حتى 1% انه يستمر بنفس الشده ونفس الحجم؟ صراحه في كتير 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 يعني شو بيسموها مناوشات على هالموضوع، في كتير دراسات بتطلع على هالموضوع، في ناس يعني شلون لك بتتمرن اثناء فترات الصيام، وفي دراسات انعملت. ولكن في نقطه معلم، اغلب الدراسات اللي انعملت على الناس اللي بيتمرنوا وهن صايمين وبيعطوا نتائج ايجابيه، وهي ملاحظه دقيقه، الناس اللي الدراسات اللي طلعت على ناس اتمرنوا وهن صايمين وعملوا نتائج ايجابيه كانوا ناس عم يعملوا الانترميتنت فاستنج مش للصيام تبعنا. فهداك بيقدر يشرب مي، بيقدر ياخذ قهوه، بيقدر ياخذ شغله عمله، بس بالنسبه لهم سمايه صيام
عرفت؟ نحن الصيام تبعنا اللي بلغه بيسموه دراي فاستنج. نعم. فلا الدراي فاستنج غير، ما في، انا ما بعرف ولا دراسه ايجابيه لشخص تمرن بالدراي فاستنج. هل يا ترى راح يستفاد من ناحيه خساره الدهون؟ ايه اكيد راح يستفاد خساره الدهون، هو بيعجز السعرات اوريدي، جسمه ما فيه كربوهيدرات، ما فيه طاقه، عم يروح يتمرن، عم يروح يعمل ان كان تمارين مقاومه او ان كان تمارين الكارديو، بغض النظر الاثنين راح يعملوا له، يعني راح يزيدوا له العجز، وما في مصدر طاقه، ما في جلوكوز في العضلات، ما في جلوكوز في الكبد، الجسم راح يروح على الدهون ياخذها كمصدر طاقه ويستهلكها. ولكن هل يا ترى هالامر ايجابي؟ بصراحه ممكن يعني ممكن في بعض الناس تستفاد بدون أي أثار جانبية، بس والله أعلم أنا بشوف أنه لا، التمرين بعد الإفطار أريح، صحي أكثر، بيكون في سوائل بجسمك، بيكون في طاقة بجسمك. ما بقدر أجزم 100% أنه التمرين قبل الإفطار ضار، لأنه يعني شلون أقول لك، لازم يكون عندي داتا أكثر لحتى أقول أنه هاي فعلا مضرة، لازم يكون في علم معين أو دراسة معينة على بالضبط. بالضبط. ففي ناس يعني عهد الصحابة رضي الله عنهم، تعرف أنت يا ما في ناس كانوا في 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 يعني معارك يخوضوها أثناء الصيام. صحيح. ما بنقدر نقول إنه لا والله كان الموضوع مضر في خلال فترة الصيام. صحيح. بالضبط. فما بنقدر مثلاً نقول إنه لا الموضوع مضر، ما في معلومات كافية لنجزم بهالموضوع، ولكن أنا بشوف إنه إذا هدفك أنت خسارة دهون، ممكن تتمرن قبل الإفطار مباشرة نص ساعة ساعة وتروح تخلص تروح تأخذ الإفطار تبعك، أو ممكن مثلا أنت تمرينك الهدف تبعك بناء عضلات أو أنك تحافظ على العضلات، فأكيد الأفضل بعد الإفطار. بعد الإفطار. صحيح. طيب بالنسبة للدراسات، أكيد بعيدا عن العضلات، لأنه أغلب الناس بيطلعوا، أغلب اللاعبين بيفكروا في موضوع في عضلات أو نجاحه أنه بنيت عضل أكثر أو صرت أسرع أو شلت وزن أكبر، ولكن بيتغافلوا على الموضوع الأهم واللي هي الصحة العامة نفسها. قولاً واحداً تتحسن يعني أكيد. 180 درجة أكيد. خلال رمضان. صحيح. إيش الجوانب اللي الواحد ممكن يشوفها أو يتطلع لها إذا بالذات لو استمر بممارسة الرياضة خلال رمضان؟ على السكر مثلاً أو على حساسية الأنسولين؟ مظبوط، حساسية الأنسولين واحدة من بيناتهم. كميات الأكل اللي بناكله نحن طول النهار، تعرف الشخص الرياضي يعني حتى لو كان رياضي مثلا شكله رياضي بس عادة هو عم يأكل كتير، عرفت؟ وبيأخذ حجة عشان يأكل أيوه. كتير فعادة هالكميات هاي الأكل كلياتها إلى تأثير سلبي على المعدة. محتاجين نحن الديتوكس، ساعات صيام اللي عم نصومها بتساعد على الديتوكس هذا، بتعطي راحة للجهاز الهضمي يلي نحن المفروض أصلا وقت اللي ساعات النوم، يعني مثلا وقت اللي عم تنام الساعة خلينا نقول 11-12 بالليل، في الساعة 7-8 الصبح، هاي ساعات عادة مفروض انه تعمل ديتوكس، بس كتير في ناس لسه عند المعتقد القديم تبع بفيق الصبح بياكل لك وجبة مشان قال ما يكسر عضل. تمام. فممكن مثلا الناس اللي كانت تعمل هالحركة هاي أثناء الصيام خلص يجبر حاله انه أنا عم بعطي الجهاز الهضمي بريك، عم ريح حالي على الآخر، عم تتحسن عندي الميتابوليزم، عم تتحسن عندي حساسية الأنسولين، فهالأمور كلها كرياضي راح يكون إلى أثر إيجابي إن شاء الله. صحيح. صحيح. هو مفرض الصيام وجوزي عليه الأجر العالي هذا إلا وراء فائدة في الدنيا والآخرة. يعني صحيح. والله معلم شوف هلأ صراحة أنا يعني كل سنة وقت اللي يجي رمضان بتمنى أنه نذكر هالأمر، أنه يا أخي نحن رمضان يعني إله قيمة عنا أعلى ما يكون هدفك أنت. صح. شلون حافظ على عضلاتي وشلون أوكي شيء حلو كلياتنا، بصراحة كلياتنا أنا وأنت وكلياتنا بنحب نحافظ على الجسم اللي عملناه، ما بنحب نخسر، ولكن لازم كمان ما نتجاهل إنه هذا شهر عبادة. صحيح. مش شهر يعني. صحيح. يكون الفوكس تبعنا 100% على بناء العضلات وخسارة الدهون. يعني حتى هذه سألها مرة واحد، في كان أحد صناع المحتوى أمريكي هو وأحد الناس اللي كان بنصحه بالإنترميتد فاستنج أول ما طلعت هبته، إليت هاس اسمه إليت نسيته، عرفته. انسأل مرة السؤال، كان واحد يحكي له أنه في رمضان وصيام كيف ممكن أحافظ كذا، وقتها جوابه كان صادم. يعني هو هاجمه من ناحية أنه أنت هذا شهر في السنة، يعني أنت الشهر هذا أسيبه، الشهر هذا أعطي، الشهر هذا نمي الجانب الروحاني من صح جسمك. صح صح. وبعدين ال11 شهر الباقيين شوف روح كول وتمرن وكسر حالك على التمرين يعني. عندك 11 شهر والناس بتناسى الموضوع هذا. صحيح. صحيح. طيب حنتكلم عن جانب آخر نوعا ما، يعني حضرتك من الناس اللي متوقع من أوائل الناس اللي كانوا يتكلموا عن محسنات الأداء. صحيح. نعرف بالهرمون السايكلز الأشياء هذه، وكنت من الناس اللي بيثقفوا من ناحية نشر الوعي في المنطقة هذه، لأن المنطقة هذه بالذات تعتبر تابو أو موضوع غامض ممنوع نتكلم عنه، ويعتبر سر غامض، وكثير هذا الموضوع سبب مشاكل.
عند اللاعبين بالذات الجيل الصاعد والصغير. حنتكلم بشكل خاص عن شهر رمضان، استخدام المحسنات او اللاعبين المحترفين اللي بيستخدموا المحسنات، كيف بتغير عليهم خلال شهر رمضان؟ هل في طريقه معينه وايش الاختلافات بين اللاعب الطبيعي واللاعب المحسن خلال شهر رمضان؟ صح، في فرق. هلا والله يا اخ خالد انت حكيت موضوعين مهمين. الموضوع الاول انه هو فعلا للاسف عم نتعامل مع الستيرويدز كموضوع غامض، فانا بتسال وما عندي الجواب، انا بتسال انه يا ترى هل هو امر ايجابي انه يتم هذا، امر غامض ولا لا نحن لازم نحكي فيه؟ وعمل لك انا ما عندي الجواب، انا فعلا ما عندي جواب. ولا لازم نحن نحكي فيه ونحاول مثلا نفهم الصح من الغلط، لانه هيك الناس حتاخذ. تمام، الوقت اللي انا بحكي بهالحجه هاي بقول انه يا اخي معظم الناس، او مش معظم الناس، في ناس كتير رح تاخذ ستيرويدز، فخليني احكي بهالموضوع لانه انت هيك رح تاخذ، فعارف شو الصح وشو الغلط احسن ما تضر حالك. فبيجيني بعض الاعتراضات مثلا على يوتيوب بيقول لي لا نحن ما كنا بدنا نحكي مثلا، بس انت هيك عم تشجع الناس. فبصراحه معاه وجهه نظر، صراحه ما بدي ارد عليه اقول له لا ما عم، لانه ما وجهه نظر. فممكن مثلا انا احكي بموضوع وبين له ايجابيات هالموضوع، فالشخص اللي ما كان خاطر عباله موضوع الستيرويد هلا يفهم انه الستيرويد كويس، واوكي انا رح اروح احكي فيه لانه فلان حكى فيه. عرفت؟ فانا فعلا ما عندي الجواب على هالموضوع. فلذلك موضوع انه هو غامض، يعني بتمنى كمان اللي حيحضروا الفيديو يفيدونا، لانه فعلا نحن يا جماعه يعني ممكن نتعلم من بعض، ممكن نوصل لنتيجه انه يا اخي نحن عنا خبرة معينة بالستيرويد، نحن عنا مثلا قرينا كتب معينة، قابلنا دكاترة، قابلنا رياضيين، كوننا خبرة معينة، فهل هالخبرة هي لازم تمسر عنا ولا لازم نشاركها مع الناس؟ هل يا ترى مشاركتها مع الناس رح يكون إلا أثر إيجابي ولا أثر سلبي؟ الله أعلم. فهي نقطة كويسة ممكن نستفيد منها كلياتنا. صحيح، زي ما أنت حكيت هي بالأخير، أنت حتى فيديوهاتك بتأكد، وأنا بأكد الآن في الفيديو هذا، إحنا لا ننصح باستخدام محسنات أداء، إحنا لسنا أطباء ويعني مش مؤهلين انه نجزم بنعم لازم او كويس او لا. انت المفروض تستشير طبيبك، المفروض يكون عندك العلم الكافي وتكون تحت اشراف طاقم مختص قبل ما انك تفكر في الموضوع هذا. ولكن زي ما حكيت بالاخير بالذات الجيل الصاعد، الجيل الجديد، صحيح، حيدخل وحينضحك عليه وحينحكى له كلمتين وحينعطى مواد هو مش عارف اسميها. صحيح، بالضبط. وهان بتصير المشاكل. هي في حاليا مدرسه متداوله، كابتن عبد الله العوضي من قياديين المدرسه هذه، هي الاستخدام الامن. صحيح، مدرسة فيكتور بلاك، الاستخدام الأأمن. لا يوجد استخدام آمن، يعني مهما حكينا أنه هذا صحيح. أحسن وهذا أفضل، ما في إشي أفضل، كله سيء. ولكن هناك طريقة أفضل أو أأمن لاستخدام الشغلات هذه. وأنا أعتقد، والله أعلم، نفسك أنا بتسأل أنه لما تطلع المعلومات هذه زي ما هي، أنه ممكن أنه تخلي واحد يدخل في الموضوع هذا ما كان مفكر فيه، نفس الوقت حتخلي 2-3 كانوا مفكرين في الموضوع هذا لكن اكتشفوا أنه اللي حيعطيهم الموضوع هذا أو اللي ماسكهم أو المدربهم قاعد بيألف عليهم. صحيح، كلامه غير صحيح. صحيح، لأنه فلان حكى كذا وفلان حكى كذا وفلان حكى كذا، بس المدرب تبعي بيحكي كلام تاني، فأكيد مدربي قاعد بسبب المشاكل. مزبوط، هو سيف ذو حدين فعلا. هو سيف ذو حدين. أنا يا مع فكرة، يا ما أجاني ناس يقول لي خيو أنا سامع كذا 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 وبالمدرب الفلاني قال لي كذا كذا كذا، فبتلاقي تعارض مو طبيعي. عرفت؟ فهذا الأمر اللي بيخليني أفكر إنه لا، الكلام عن الستيرويد إله إيجابيات، رح يكون تعليمي فعلاً، رح يفيد الشخص اللي أورد مفكر ياخد. وأحياناً كمان بعد، يعني أنا بعيد التفكير بتعليقات الناس اللي بتقول لي يا أخي أنت عم تشجع الناس، لأنه يعني أنا بحط حالي محله، إنه مثلاً هذا زلمة عنده ولد صغير، عرفت، وما بده ابنه ياخد هرمون. صحيح، فأنا بحط حالي محله، يا أخي أنت ليش عم تحكي؟ فكمان تجي تسكت الناس كلها تمنوا منطق. يعني تقدر انت تقول لابنك انه يا حبيبي لا تحضر مثلا شغلات على الهرمونات كذا، يعني مثلا كمثال. فانا كمان قلت لك حاول شوف وجهة نظر الشخص اللي عم يعترض، كمان معه حق، يمكن هو الزلمة ما كان خاطر له هو ولا لابنه ولا اي شخص، ما كان خاطر له ابدا موضوع الهرمون، وقت اللي يشوف شخص عم يحكي بقناة يوتيوب او انستغرام او شو ما كان، ف بغض النظر هل معلومات صح ولا غلط، رح يصير عنده هذاك يلفت نظره على الموضوع انه فضول. ايوه، او بالضبط، صحيح، يهتم بالموضوع اللي كان مش خاطر عباله هلا صار ممكن. عرفت؟ اللي صار ممكن بالايام رح يصير ايه بدي بس عم طول بالي لمثلا صمت حق الكورس. عرفت؟ يعني ممكن قلت لك سيف ذو حدين. هي معضله صعبه يعني، ولكن بالضبط. انا اتوقع بالاخير يعني نشر العلم او كتمان العلم، فانا يعني الابدا نشر، انت بتنشر والعلم موجود. مزبوط، بس اللي بيستخدمه، يعني كل شيء خير ممكن حد يستخدمه بطريقه خاطئه تنقلب عليه. بالضبط، فهي بالاخير انت يعني هل
عارف انت بتوزنها بين شغلتين، امسك العلم اللي عندي وحاسب انه انا مسكت علم، او انشر العلم وحاسب انه ناس استخدمته بطريقه خاطئه. انا بميل لموضوع انه انشر العلم هذا، لانه الشخص يلي بده يستخدم كان في معاه او كان في بالاحرى احتماليه انه يكون يستخدم بشكل غلط، وهلا صار عنده احتماليه بشكل بشكل امن. مزبوط، لانه وصف الكابتن عبد الله بصراحه امن، هو منه امن 100%، ولكن امن من انك تروح وتخبص اللي بدك اياه. فبقدر ارجح هاي، عرفت، ممكن ارجح هاي، والله اعلم. صحيح. طب نرجع للزاويه الخاصه استخدام رمضان، نسينا في شهر رمضان. ايه هلا ذكرت شغله اخ خالد، هي موضوع انه وقت اللي انا بحكي بالفيديوهات انه سأل الدكتور، مزبوط انا بسال بقول انه سأل دكتور على موضوع تي ار تي اللي هو تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي. هذا الموضوع انا بنصح فيه الناس يلي مثلا عندهم شوي تخوف من الستيرويد وجعباله كتير، بتلاقي من كلامه كتير جعباله ياخد ستيرويد بس خايف من الستيرويد. فبقول له روح اسأل دكتور، قل له سمعت من واحد عم يحكي على تي ار تي تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، اللي هو عبارة عن اكيد تعرفه اللي هو عبارة عن تعويض كمية هرمون التستوستيرون الطبيعي. بالضبط، كمية تستوستيرون معينة اسبوع او 10 ايام او اللي هو بحسب الايستر تاخذها كل فترة، مشان تخلي لك التستوستيرون عندك ايديال، ما تخليه العادي بس تخليه المثالي. تمام، فهذا الامر بيساعد بشكل ايجابي في بناء العضلات، وان شاء الله ما له اثار جانبيه. ولكن انا بنصح الناس تروح تسال دكتور، مش بس عشان موضوع انه 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 انه, إنه ياخذ الدوزز وانه يعرف قديش يستخدم وانه اي نوع والكميه والفتره، ولكن وقت اللي يسمع الكلام من طبيب رح يكون متيقن أكتر، رح يكون مرتاح نفسياً أكتر. فبصراحة أنا هذا أكتر سبب بخليني أقول للناس أنه خير روح اسأل طبيب وشوف شو بيقلك على موضوع كذا. يعني أنا عطيته نوعاً ما بداية الطريق، قلت له هذا الاسم اسأل عليه، هذا هو الطريق اسأل عليه طبيبك، شوف الطبيب شو بيقلك، إذا أوكي توكل. فبهالطريقة نوعاً ما، بالضبط بهالطريقة نوعاً ما أنا عطيته النصيحة يلي بشوف أنه هي رح تفيده بالنسبة لبناء العضلات وبالنسبة لحرق الدهون كمان، أو محافظة على نسبة دهون معينة. وبنفس الوقت شلت الملامة عن نفسي، لأنه وقت اللي يروح يسأل الطبيب مفروض يعمل له تحليل معين يشوف قديه بده فعلا، فهيك إن شاء الله ما في ضرر نهائيا. فهذا اللي بيخليني أحكي هذا الحليل الوسط. بالضبط. هلأ ليش أنا ذكرت هالنقطة؟ لأنه عادة هي نفس النقطة اللي بقولها برمضان، أنه يا أخي أنت برمضان إذا من الناس اللي أنت عم تاخد كورسات طول السنة وتجي مثلا تريح لك شهرين ثلاثة، خلي رمضان من 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 ضمن هالشهرين ثلاثة. إذا أنت من الناس اللي بتعمل بلاستن كروز اللي بياخد كورس كبير، يعني بتاخد طول السنة بس بتعلد الجرعات أو بتنزل الجرعات. بالضبط. فوقت اللي تعلي الجرعات أوكي، وقت اللي تنزل أنت الجرعات خلي التي آر تي من ضمن هالفترة هاي اللي هي في رمضان، وخلي مثلا أنت ماشي في دوز معين 150 ولا 200 بغض النظر عن التكنيكلز هلا، بس على الاقل انك تحافظ على البناء العضلي اللي كنت عامله اثناء الاشهر الماضيه، مشان ما تطلع من رمضان وانت خسران كل شيء. اولا بسبب انك قطعت، اولا بسبب عفوا التغذيه يلي ما رح توصل فيها اثناء يعني اثناء فترات ساعات الافطار. ثانيا لانه اغلب الناس وقت اللي تجمع هالعاملين قلة السعرات الحرارية بالإضافة لموضوع أنه كان بكورس وقطع الكورس، فبتكون النتيجة جدا سلبية. فهذا الأمر اللي بنصح فيه، مشان هيك بقول له لا تقطع الكورس مباشرة وخصوصا في رمضان. خلصت الكورس، عمل تي ار تي، اسأل دكتورك قل له على تي ار تي، إذا تي ار تي كويس بالنسبة لك بيناسبك توكل امشي هذا بهالطريقة برمضان. هذا أفضل يعني ابروتش بنقدر نقول برمضان، أساس أنه تحافظ على الكتلة العضلية. أنا بالذات الناس اللي على مستوى محترف كمية العضلات الخارقة للطبيعة اللي بيكملوها الجسم، أول ما يروح المسبب لهذه العضلات هو التمرين الشديد، السعرات العالية ومحسنات الأداء. أول ما تختفوا العوامل هذه الجسم حيرجع بينزل نزلة كبيرة. حتى واحدة من المغالطات اللي بيحاولوا يزينوا فيها استخدام المحسنات الأداء المدربين الكباتن، إنه حتاخذ كورس حتوقف وتحافظ على العضلة وتكمل عادي. يعني أتوقع الكل متفق إنه يستحيل يعني إنك تحافظ على العضل اللي بنيته خلال استخدامك لمحسنات الأداء بعد ما توقفهم. لا مستحيل معلم. هلا في شغلة وقت اللي أنت في الكورس أو خليه بشكل عام كورس وجوه الكورس وبره الكورس وكل، في شيء اسمه positive nitrogen retention. positive nitrogen retention بيخلي جسمك بشكل مثالي. وقت اللي يكون ال positive nitrogen retention عندك مثالي، هذا الوضع بيخلي جسمك قادر على بناء العضلات. فأنت وقت اللي تكون في كورس جسمك
بوضع جدا 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 افضل من الوضع الطبيعي، تمام؟ وقت اللي انت تكون في هالوضع، هلا ما عم نحكي على رمضان وغير رمضان، عم نحكي بالكورس، وقت اللي انت تكون بهذا الوضع البوزيتيف نيتروجين ريتينشن عندك ممتاز، وتجي تخلص تقطع مباشره بدون تي ار تي، بدون بي سي تي، بدون شيء، وتتوقع انه حتحافظ، مستحيل. طب ما انت عندك عامل كتير كبير اختفى وما نزلت فيه بالتدريج، قطعته قطعه واحده، مستحيل جسمك يحافظ على الكتله العضليه. صحيح. البروتين سينثيسس عندك حيهبط، الكميه الدهون عندك حتزيد، obviously التستوستيرون حينزل، فهالمواضيع كلياتها اللي هي اصلا هي السبب اللي عمل لك هالتغير هذا اختفت كلياتها، فشلون متوقع انك تحافظ؟ فهي للاسف انا بشوفها بوحده من يعني الله يهدينا ويهديهم بعض المدربين يلي بيعلق اللاعب بس مشان يبدا معاه كورس وخلص، عرفت؟ بيقول له لا انت بتعمل كورس بتخلص الكورس بتحافظ بتنظفه وخلص. لا يا رجل، كنا شفنا ابطال عالم يعني معقول كورس عن كورس رح يصير وزنه 300 كيلو اخي؟ مستحيل. صحيح. واتوقع حتى في نقطه مهمه انه بالذات استخدام المحسنات الاداء اللي بتاخذ عن طريق الفم حتحمل على الكلى، فهو الكلى اساسا متحمله من قله شرب المياه من الاكل ومن زيت الطين بله. صحيح. ها انت عم تحكي برمضان، في رمضان، خلال رمضان ايه. بالذات والله بصراحه ما كثير انا يعني بعتمد على موضوع الاورلز، الشغلات اللي الحبوب اللي عن طريق الفم مثلا اثناء الكورس، الا اذا كانت شغلات اللي مضادات الارمطه اللي هي اصلا ما المفروض انت تحتاجها اذا كنت ماشي تي ار تي. طيب هذا موضوع يعني مثير، لانه اتوقع مش كل محسنات الاداء شبه بعض، هذا قولا واحدا، ولكن اللي بدا يطلع مع زياده الوعي في النقطه هذه انه حتى في من الاشياء اللي كانت تعتبر اساسيات في اي كورس كانت الناس تاخذه، بعدين اكتشف انه في لاعب صراحه يقول انا ما بستخدم الماده الفلانيه او ما بستخدم الماده الفلانيه، بالذات الفمويات يعني الاشياء بتخرج عن طريق الفم، هذه اعلاهم سميه على الكبد والكلى، الكلى بالذات يعني، زائد انه اعلاهم اثار جانبيه. فهل في فئه معينه من المحسنات الاداء انت يعني مع الوقت اكتشفت انه ما لها اي داعي او مبالغ في منافعها؟ بصراحه يمكن يعني البعض يستغرب اللي هو الديكا، انا بحاول، مع انه كان يعني مثل ما بيقول لك البريد اند باتر، كان هو الاساس، تستوستيرون وديكا بيجوا مع بعض جمله واحده، اصلا فكرناها كلمه واحده يا رجل، عرفت؟ تستوستيرون وديكا، الديكا بصراحه بشوف انه يعني قصدي الديكا اللي هو الناندرونول فينيل بروبيليت، عفوا مش الناندرونول، اللي هو الديكا الناندرونول ديكونيت، تمام، مش الفينيل بروبيونيت، الفينيل بروبيونيت بحبه، الديكونيت ما بحبه. هو الفرق بينهم هو نفس الماده اللي هي الناندرونول، هي 19 نورس، بس واحد منهم ايستر طويل وواحد منهم ايستر قصير. بالضبط. بس على الايستر السريع كثير من الاثار الجانبيه اختفت. صحيح. وبصراحه ما بصراحه ما بعرف ليش صراحه، لانه حتى قريت كثير بالموضوع ما في تفسير علمي يقول لك ليش، بيقول لك يمكن هي افضل معلومه وصلوا لها، انه كل ما عم تطول الايستر، كل ما عم تطول الهاف لايف بالجسم عم تزيد الاثار الجانبيه. فحتى أوكي. الكلام منه مؤكد، حتى المعلومه منها مؤكده، ولكن اللي 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 مؤكد انه الديكا الى اثار سلبيه اللي هي البطيئه اللي 250 او 300 ام جي، الى اثار سلبيه كثيره. بصراحه عم شوف انه الاثار السلبيه منها مستاهله اني حطها في الكورس، وخصوصا انه في ادويه تانية عم تعطيني حجم عضلي واداء كويس باثار سلبيه اقل. بغض النظر ان كانت الاورلز ولا لا، عن الحبوب ولا مش حبوب، ومن ضمن الام بي بي اللي هي النانرون فينيل بروبيونيت، انا بشوفها بصراحه كتير افيد، بتعطي نتيجه كتير اسرع، انه خلينا نكون صريحين كل حدا بده بسرعه النتيجه، اصلا هو ما عم ياخذ كورس الا عشان يكون النتيجه بسرعه. بديش استنى انا اخذت عشان ايوه، فالام بي بي عم تعطي نتيجه بسرعه كتير افضل عن الديكا، وما عم تعطي نفس الاثار السلبيه. هل في جرعات معينه للام بي بي؟ يعني انا بحب ابدا ب 200 ملي جرام بالاسبوع مش اكثر. بس في شغله برو، وقت اللي انا بحط 200 ملي جرام، اي شيء بحطه 200 وبيكون سريع بوزعه على 3 ضربات، تمام، حتى ممكن 4 ضربات عشان تحافظ على المستوى نوعا ما ثابت في الدم. بالضبط، لانه اذا سريعه انت عارف الايستر حيطلع ينزل، فحيكون في فلكشويشن، حيكون المستوى الستيرويد اللي عم تاخده طالع نازل طول الاسبوع، فمشان هيك يعني نفس لو كان 200 ما بخليهم ميلي ميلي مثلا اول اسبوع ونص الاسبوع، نفس الماده ممكن يعني انا الطريقه اللي بحبها انه تحطهم مع بعض، مكسهم مع بعض وتوزعهم على الاسبوع، اوكي، 3 ايام 4 ايام يلي هو نفس المواد، يعني كل المواد اللي بتكون في السايكل نفسها، كل المواد وخصوصا اذا كانوا سريع. طب بالنسبه للتست بيز، يعني سواء كان سيبينيت او انثيت، طلعت اقاويل انه الطريقه الامثل لاستخدام التستوستيرون انك تاخده بجرعات بسيطه طوال الاسبوع. مزبوط. كل يومين كل يومين كل يومين. مزبوط. كل يومين. انا هيك هل صحيح الموضوع؟ انا بصراحه حتى لو كان انثيت او سيبينيت اللي هو البطيء. مزبوط. هو شوف، إذا بدك تفوت كتير تكنيكال في الموضوع، حتى وقت اللي انت تاخذ الايستر الابطا،
رح يكون في نوعا ما فلوكشويشن، ما رح يأثر كتير، ولكن وقت اللي يكون يعني أنت بدك خلص تمشي على ليفل ثابت، بصراحة في ناس تضرب كل يوم تيست كل يوم، ما حيضرب ملي كل يوم لأنه حيكون كتير، ولكن بالضبط ممكن مثلا 3 ملي اللي هن 750 أو 500 أو الدوز اللي كان شو ما كان الدوز يوزعها كل يوم، عرفت؟ فالموضوع شوي يعني شلون دي لك شوي أدفانست، شوي متقدم، ويمكن يمكن النتيجة تبعه ما تهم كل حدا، ولكن بعض الناس اللي بيهمهم يكون نفس مستوى التست نفس الأداء طول الأسبوع ممكن يعمل هالطريقة. الكلام هذا للملاعبين على مستوى نوعا ما محترف أو متقدم، ناس مش متقدم متقدم، يعني بالذات ضربة الإبرة نفسها أنت يعني ما حتجيب واحد أول ما يبدأ الكورس ويشكشك في حاله. والله أنت سبقتني بالحكي أخي خالد، هلأ أنا بصراحة كنت أحكي هالنقطة، أحيانا واحد ممكن يحكي نقطة تكون هي يعني تبين من برا معقدة، تمام؟ ولكن هالتعقيد هذا يفيد شخص ويكون مش ما يفيد شخص تاني، يكون يعني ما يكون ممكن تتفاداه، يعني ايه ممكن يعني يكون اكسترا بالنسبة لشخص تاني. يعني مثلا نفس الموضوع اللي عم نحكي فيه، واحد مثلا منه ما اخذ كورس بحياته، اوكي، واجا اول كورس بده ياخذ مثلا بالاسبوع 500 ميلي جرام، اوكي، تجي ال 500 هاي مع مثلا خلينا نقول 200 ام بي بي على سبيل المثال، هذا السايكل حياخذ 500 من هون 200 من هون يمكسهم مع بعض، فهذا اذا اخذ ثلاث مرات خليها مرتين او ثلاثه بالاسبوع حيكون كافي وزياده، الام بي بي ثلاث مرات، التست اي مرتين بالاسبوع حيكون كافي وزياده، فهذا الشخص نفسه اللي راح يستفيد من هالتوزيع هذا. اجي اقول له انت لا لازم تضربهم كل يوم وتوزعهم مثلا كل يوم، التعقيد هذا ما راح يضره بس ما راح يفيده، عرفت؟ فالتعقيد نفسه هذا بالنسبه لشخص متقدم راح يفيده، عرفت؟ صح. يعني مثلا مثال تاني التمرين، بتلاقي مثلا التمرين هلا اللي بصراحه عم نتمرن، وهلا من 15 20 سنه ما كنا نتمرن وما كنا نعرفه، لو البرامج هلا بشوفها من 20 سنه بقول اوف والله هذا معقد كتير، عرفت؟ ولكن التعقيد هذا تبع التمرين، يعني مثلا تايم اندر تنشن وريزيستنس مثلا وبوزيتيف ونيجاتيف وانسنتريك وهالقصص هي، وقت اللي انت تعطيها لشخص متقدم حيستفاد منه لانه جسمه متعود على 20 نوع تمرين. صحيح. ولكن وقت اللي شخص جديد اول شهرين بالنادي يجي يعمل له هالتعقيدات هاي كلها، فالنقطة اللي عم حاول أحكيها إنه التعقيد مش دائما كويس ومش دائما سيء، عرفت؟ التعقيدات هاي أو خلينا نسم التعقيد يعني وصف سلبي، خلينا نقول البرنامج المتقدم كتير، ممكن نحكي البرنامج المتقدم اللي له تفاصيل كتيرة ممكن يكون مفيد ببعض الأحيان، مفيد لبعض الأشخاص، وممكن يكون منه مضر، ولكن يعني ممكن الاستغناء عنه. هلا هي ممكن احنا نقسمها بالعادة بتقسم للجنرال بوبوليشن، عامة الشعب، اللاعب اللي بيمارس الرياضة كهواية بس بده يحافظ على شوي على صحته، عنده وظيفة ثابتة بيجي يومين ثلاث أيام في الأسبوع يلا يلا بيحافظ عليهم، هذا زي ما تحكيت لو إجا حسس على الحديد وعمله شوية تمرين وراح حيحقق هدفه. أما تيجي تحكي على مستوى متقدم، الناس اللي بالذات المحترفة أو اللي بتنافس، صحيح، امتهان حتى لو الواحد بالمية حتعملها، أشياء نفس الأشياء الجديدة طلعت، نفس اللي حمامات الثلج والبارد سخن، ساونا حمام بارد، ساونا حمام بارد، صحيح، إبر صينية، الأشياء هذه، صحيح. لك شغلة معلم، الشخص اللي المتقدم، اللي متقدم اللي عم نحكي عليه لهالليفل، وما تفهمني غلط، كلنا بنحب البودكاست وبنحكي بالبودكاست وبنتسلى، بس لازم ما ياخذ معلوماته من بودكاست فقط، لازم مثلا يستفيد، يكون مثلا معلومة زيادة يسمعها من بودكاست يحقق فيها، يشوف انه يا ترى صح ولا غلط، لانه اصلا المستوى اللي واصل له لازم يكون كتير يعني انتقائي بالمعلومات اللي يمشي عليها، عرفت؟ الشخص المبتدئ ممكن يسمع بودكاست يشوف مثلا 4-5-10 معلومات حلوة يطبقها يستفيد من كلياته، عرفت؟ بس الشخص المتقدم اتوقع اوريدي عنده مصادره اللي هو واثق فيها، وممكن المعلومات اللي بيسمعها من هون ومن هون ومن هون من بودكاست او من فيديو او من انستغرام او من يوتيوب او من غيره تكون عبارة عن انه تأكيد لمعلومة سامعه، او ممكن تفتح له باب لمعلومة يدور عليها يستفيد منها. فبتوقع الفكرة من يعني هيك مواضيع نحكي فيها حتفيد الجنرال بوبوليشن، واللي هو اصلا هو نوعا ما التارجت الاكبر اللي ممكن يستفيد من هالمواضيع. يعني اخذ في كان اخذت احد دورات النيوتريشن اللي اخذتها برسونال نيوتريشن، كان بحكي لك انه اساسا 80% من العملاء بيكونوا من الجنرال بوبوليشن، فالناس اللي بتدخل اللي تصير تدرب، وهذا لو كان تركيزه الا ناس قليلة، يعني لو كان تركيزه بس على المحترفين والمنافسين انت هتشتغل على شريحة صغيرة جدا من، صحيح، الشعب. صحيح. فأغلب العلم وأغلب المحتوى بيتوجه لعامة الشعب. صحيح. وانت زي ما حكيت تعقيبا على كلامك كابتن محمد، اللاعب المحترف
مو المفروض انه يدور على المعلومه؟ اذا انت بتدور على المعلومه في الاماكن هذه انت في مكان غلط حبيبي. بالضبط ايوه، لانه انت حتضيع. عارف يعني انا وقعت في الموضوع هذا مليون مره، يعني عارف كان يتغير البرنامج الاكل والتمرين 5 مرات في اليوم بحسب الفيديو اللي يسمعه. بحسب الفيديو ايوه. شو اخر فيديو سمعته كذا؟ بحسب اخر فيديو ايوه. لا اقول لك شغله يضحك. مثلا احيانا انا كمان قبل كان عندي نفس القصه، اجي مثلا بدي نشف. اوكي النية تنشف. اجي اسمع فيديو عم يقول انت وقت اللي تنزل سعراتك كتير ميتابوليزم عندك بيبطأ. قلت عارف يا اخي انا هلا ميتابوليزم بركي بطيء بصير اكل. عرفت؟ فلا انت ما لازم تسمع من هون، تسمع من هون ومن هون ومن هون، يعني تثري المعلومات اللي عندك، بس ما رأسا تطبق. خلاص انت ماشي بجدول، امشي على الجدول، بعدين بتغير بحسب النتيجه مش بحسب اخر فيديو سمعته. اتوقع هذا اكبر سبب الناس ما بتلاقي نتيجه. ايوه. اقول لك انا من الناس اللي كنت هيك، اسمع شغله والله يمكن خلاص حول تضخيم ترفع الميتابوليزم. اتوقع يعني كنا بنحكي قبل البودكاست حضرتك من الاجسام اللي تعتبر صعبه. ايه يعني هذه الكرت اللي اجالك في السحبه للجسم. الحمد لله صعب صعب. تكلمنا مع كثير ناس في البودكاست هذا وكان دائما موضوع الجينات يطلع. انا اكون صريح معك، من الناس اللي بعتقد والله اعلم له سبب. نعم له سبب، له قصدي نتيجه في قصدك له دور بالنتيجه. له دور بالنتيجه. نعم صح لسانك. ولكن في اشياء ثانيه ما بتنقاس، الناس بتحطها على هذا جيناته حلوه، بس انت ما بتعرف الشاب هذا كيف تنشئته كانت، كيف إيه العقليه تبعته، كيف قوته في صحيح في الجيم. صحيح عارف صحيح. ايش راي حضرتك في الموضوع هذا؟ مزبوط 100%. هلا كمان موضوع الجينيتكس مثل ما تفضلت اخي خالد عم يصير يعني مثل علاقه، يعني اي واحد مثلا ما قدر يعمل شيء والله جينيتكس تبعي ضعيف. عرفت؟ ما قدر يمسك دايت الجينيتكس تبعي عم يخليني اكل. عرفت؟ فلا الجينيتكس تبعك بيلعب بالبنيه الاستراكشر، شكل العضلات، المسل انسرشن، وين بدايه العضله وين نهايه العضله. هي خلقت الله ما بنلعب فيها، لانه هي اللي اسمها جينيتكس. سرعه استجابه جسمك لبناء العضلات، سرعه استجابه جسمك لحرق الدهون، هي الجينيتكس. بس مش كل شغله والتانية جينيتكس. عرفت؟ فلا الموضوع بصراحه ايه، انت اذا شخص جاد وبدك توصل لنتيجه، انت بدك تشوف وين بتوصل ابعد مستوى او افضل مستوى يوصلك الجينيتكس تبعك. معناتها انت لازم تكون 100% ملتزم. صحيح. لحتى تعرف شو هي الحدود تبع جينيتكس تبعك اصلا. اذا انت منك ملتزم شو بيعرفك شو الجينيتكس؟ صحيح. شو اللي صحيح. بيسموها جينيتكس ليميتيشن تبعك اذا انت اصلا منك ملتزم بالهي. عرفت؟ فلا لازم ما يكون كمان موضوع جينيتكس يعني حجه انه انا كل شغله والثانيه والله جينيتكس تبعي. صحيح. طب هل في طرق واحد ممكن كيف الواحد ممكن يتعامل مع جيناته؟ لو افترضنا انه واحد اثبت انه جيناته نوعا ما ضعيفه من ناحيه شكل العضلات او من ناحيه سرعه الايض تبعته، يعني هل ممكن الميتابوليزم على الميتابوليزم؟ اوكي. هلا الوقت اللي نحكي بشكل عملي اكثر، الشخص اللي الجينيتكس تبعه سريعه ممكن يستفاد من نفس الموضوع اللي حكينا فيه تقريبا في البدايه، اللي هو انه ياخذ الاكلات اللي كالوريك دنس. اللي مثلا مصدر البروتين بدل ما ياكل سمك يروح ياكل ستيك. اوكي. مصدر الكربوهيدرات نفس المثال، قلت لك بدل ما ياكل رز مثلا ياكل كريم اوف رايس، او البطاطي بدلها شوفان او 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 او. فدائما يختار الاكلات اللي بتكون عدد السعرات تبعها اعلى. تمام. هي نقطه. النقطه الثانيه هي توزيع الوجبات. توزيع الوجبات مزبوط بفيد الشخص اللي كمان عم يحاول يبني عضلات، وبنفس الوقت بيساعدك على انك تنشط من ميتابوليزمك. هلا انت رح تقول لي انه ايه الشخص هذا اوريدي الميتابوليزم عنده نشيط. مزبوط. بس الميتابوليزم له دور في بناء العضلات. نشاط الميتابوليزم له دور في بناء العضلات. عرفت؟ فلذلك وقت اللي عم يوزع وجباته، ما تنسى اخي خالد انه الشخص اللي الجينيتكس تبعه صعبه وما عنده القدره على البناء، كمان عنده ليميتيشن في كمية البروتين اللي جسمه راح يستفيد منه في الوجبة. أوكي. عرفت؟ فأنا وقت اللي إجي حط له مثلاً 50-60 جرام بوجبة واحدة، جسمه على الأغلب ما حيستفاد منه. وقت اللي إجي أنا أقسم هال50-60 أعمله وجبتين 30-30، الله أعلم حيستفيد من 30-30 أكثر. هي على الأقل بتخلي النيتروجين بالانس عنده بالضبط. على الأقل يعني. بالضبط فبتساعده أكثر. فمش موضوع الهضم على فكرة، أنا عم بحكي عن موضوع الامتصاص. في digestion وفي absorption. فلا الهضم هو هيك حيهضم، يعني مثلا أكل وجبة ساعتين ثلاثة خمسة إلى آخره حيهضمها. بس يعني
اغلب الدراسات بتقول لك انه الوجبه الاصغر كميه البروتين الاقل الجسم حيتعامل معها او حيستفيد بالنسبه اكبر منها. يعني يمكن ياخذ مثلا 60 70 80% في مقابل ما ياخذ 30 40 50%. هذه رد على خرافه انه الجسم ما بيهضم اكثر من 30 جرام بروتين. يا رجل انا من يوم ما وعيت على الدنيا بعرف هالمعلومه هاي. ما بعرف من وين طلعت 30-35 صح؟ هذا هو الرقم 30-35 إيه؟ أكثر من هيك جسمك ما حيهضم جسمك حيهضم لو حطيت براغي فيه حيهضمها. إيه بس أنت وقت اللي تأخذ الـ 100 جرام بوجبة واحدة جسمك حيهضمه بس ما يعني بس الفرق بين انه هضمها او استخدمها بالضبط وقديش وقديش بده وقت ليهضمها. انت ما تنسى نحن عم نتعامل نحكي عن شخص الهارد جينر اوريدي عنده صعوبه في بناء العضلات فاجي احط له 100 جرام بوجبه واحده مور لايكلي ما حيستفيد منها. هندخل في فقرة الأسئلة السريعة، رأي شخصي ما في صح وغلط، رأي كابتن محمد مناف بشكل عام، تمرين صباحي أو المسائي، إيش اللي بتفضل؟ وليش؟ والله بحب الاثنين، الصباحي لأنه ممكن بعد وجبة، صباحي أنا ما بحب قبل الأكل يعني إلا ما يكون على الأقل في وجبة واحدة، بس ليك بحبه أنا بحب التمرين الصباحي لأنه أول النهار بتخلص لسه بتكون فريش أيوة في عندك سترينت لسه مرتاح النادي ما في زحمة هي أهم شغلة. المسائي بيعجبني لشغلة اللي هي الوجبات إنه بتكون أكلت وجبات أكثر في كربوهيدرات وفي بروتين وفي في 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 الدورة الدموية عندك أكثر ولكن جسمك راح يكون تعبان فأنا بفضل الصباحي إذا كان عندي الخيار حسب بفضل أتمرن الصبح. طيب لو حتستمر على وجبة إفطار واحدة طول حياتك إيش بتكون؟ أوريدي مستمر على الشوفان 90% شوفان وبيض شوفان وبروتين شوفان وكذا ما في وصفة معينة مثلا فطيرة والله شوفان. معلم ولا هي بيور شوفان أنا بحطه إيه أغلب شيء بحطه مع بروتين حطها اولد سكول على الاخر تحطها شوي بالمايكروويف وفيتامين سي مثلا كانه بتشربه على انه عصير لانه فيتامين سي باي ذا واي هي شغله يعني ما كثير معروف الفيتامين سي له دور كثير كبير في استفاده الجسم من البروتين اهم الحاجات اللي كسر تطلع فيديوهات عليها نحكي لك فيتامين سي ما له داعي وخذ تفاحه ولا خذ برتقاله مظبوط بس في شغله مو هلا موضوع التفاحه والبرتقال وهالقصص نحن حنستفيد من فيتامين سي بس اولا النسبه اللي فيها غير عن اللي عم ناخذها ثانيا اذا انت شخص متقدم جدا وبدك تحسب الوجبات تبعك 1% زياده أيوة. فممكن مثلا التفاحه او احرى خلينا نقول الجلوكوز او الكربوهيدرات اللي موجود بالتفاحه يمكن انت اوريدي حاسبه من من من, من وجبه ثانيه فليش تفوته من شيء ما رح يعطيك 100% الاحتياج اللي انت بدك اياه صح 100% صح لسانك فانت بتنصح من استخدام الكالسيوم الفيتامين سي الصبح ممكن تحط التفاحه او اي فواكه ثانيه ممكن تحطها قبل او بعد التمرين عن هذا بس يعني هي الجرعه الكبيره من الفيتامين سي هذه مفيده انا بحبها الصبح بشوف لها دور كثير في هضم البروتين او بالاحرى بانه الامتصاص البروتين تمام صح لسانك جدول التمرين المفضل لك فيفرت سبليت بوش بول ليج بوش بول ليج مرتين في الاسبوع عشان والله الله المستعان يعني اذا ليجز لا ممكن مره واحده بالاسبوع اذا ليجز عم بعزلهم الهامس والكواد لحال اي مرتين اوكي المجموعه العضليه المفضله عندك قبل الاصابه كان الصدر والارمز اوكي ايه بس بعد التير صار ما والله ما بعرف اتوقع الظهر هلا عم ببسط اكثر شيء بتمارين الظهر اوكي نقطه ضعفك اللي حاب انك تطورها الاصابه نفسها الارمز اوكي هي الاصابه في الارمز كان عندي لا جاني بيكتير ونفس الوزن يعني وقت اللي وقع هون عمل لي تير بالترايسبس كمان الله فكان سبحان الله كم صعب تقريبا هذا 2018 صارت الاصابه 53 حنرجع لها هلا بصراحه بعد العمليه هي يعني بعد العمليه في كثير اثر يعني حتى بعد العمليه في لسه شو بيسموها في لسه فرق بالشكل وفي فرق بالقوة كتير كبير بصراحة ما بعرف إذا رح أقدر أتجاوزهم لأنه على شرح الطبيب هذا هو أفضل شيء قدر يعمله فممكن بالأيام تبني نسيج عضلي نوعا ما بحد معين الشكل. عشان تغطي شوي النقص اللي عندك ولكن سبحان الله الفرق اللي بالشكل صار أتوقع هذا كسر الزجاجي لا يشعبه الحمد لله لو صح لك تتمرن مع لاعب كمال أجسام أو بطل كمال أبطال كمال أجسام السابقين مين حيكون وليش الأدبة دينيس وولف بدل ما أو جداد حي أو متوفى والله بتوقع دينيس وولف أنا صديقي كتير كان هوان موريل تعرفه تبع كان يعمل أولمبيا أوكي هوان موريل وتمرنت مع إيه وتمرنت مع ديكستر تمرنت مع بيغرامي الفيديو تبع بيغرامي موجود على اليوتيوب إذا شفته ما بعرف والله أنا بيغرامي إيه بس من الناس اللي تابعتهم وما التقيت فيهم شخصي ولا تمرنت معاهم دينيس وولف
كان كتير يعجبني تمرينه وجسمه بشكل عام. جميل. طب برأيك الشخصي بما أنك من المحاربين القدامى، مين أكثر لاعب كمال أجسام أثر في اللعبة؟ غير اللعبة دوريان ييتس. أوكي. أثر في اللعبة من ناحية خلينا نقول كوميتمنت ليهاني. بعد ليهاني صار الناس كتير كتير تحب البادي بيلدينج، بعد دوريان ييتس صار الناس بقى خلاص بدها تعمل حجم. وانا بحب الاثنين باي ذا واي، انا حتى الفريكي بودي بيلدينج يعني ام ا بيج فان اوف ات، انا بحب كيف صارت البودي بيلدينج فريكي. بس ماستر. ايوه بس عشان اجاوب عن السؤال، هو هذا اللي غير اللعبه. طيب نرجع لموضوع الاصابه، اتوقع مرورك في شيء زي هيك، انا مآمن وكلنا مآمنين بالله سبحانه وتعالى انه بكتب السيناريو لكل شخص الحمد لله حسب ايش هو طلبه وايش هو شايف. ف كونك انت مريت في موضوع الاصابه هذا اكيد حيعطيك علم وفكر ووجهه نظر مختلفه تماما، حتى يعني غير عن لو انا قرات 100 او يعني حضرت 100 كورس عن صحيح. كيف تتعامل مع الاصابه وريكفري، غير لما انت تكون عشت الموضوع هذا. فكيف موضوع غيرك، كيف صار أوكي. بالاول هذا ما حيكون جواب سريع. اوكي خلص 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 اوكي سريع، نرجع اوكي اجوبه المطيه. هلا بصراحه معلم شوف، الحمد لله رب العالمين، ابتداء وانتهاء كل شيء بيصير لحكمه. وقت اللي صارت الإصابة معي، أنا كنت تقريباً اليوتيوب تبعي كان في العز تبعه يعني في أوجه، فكان بالنسبة لي البودي بيلدينج هي كل شيء أعمله، فكان يعني شلون بدي أقول لك صدمة كبيرة إنه أوكي أنا كنت يوتيوبر وأعمل بودي بيلدينج وتمارين وفيديوهاتي نصها في النادي، هلأ شو بعمل؟ عرفت؟ أولاً الشكل تغير بشكل كبير، السترينث القوة تغيرت بشكل كبير، النفسية الله يعزك زفت، فالصدمة كانت كتير كبيرة. فاللي قدرت أعمله أو الأحرى اللي عملته عشان أقدر شوي أطلع، صرت شوف الناس اللي قدروا يتغلبوا على هالموضوع. مثلاً كان في توني فريمان إذا بتعرفه، كان يعمل مستر أوليمبيا وتوب 10 أوليمبيان هو باي ذا واي، وعنده بكتير، فكنت روح شوف صوره بعد الإصابة عشان أعرف إنه في شخص أنا عارف، ولكن وقت اللي تشوف أمر قدامه غير، عشان أشوف شخص معاه نفس الإصابة وقدر يطلع على أوليمبيا ستيج، مش بس إنه يروح على النادي ويتمرن. عشان تقنع نفسك بالضبط إنه هاي الشغلة بتقدر تعملها إن شاء الله، طالما في شخص ثاني قدر يعملها بتقدر تعملها. صرت روح شوف الناس اللي على إنستغرام، صدقني دور على هاشتاج بيكتير بس عشان شوف شخص معاه بيكتير وهو يتمرن، لأنه غالب الناس بتجيهم بالتمرين. شوفه وروح على الصور الجديدة تبعه، شوف يا ترى قدر يرجع ما قدر يرجع، ونفسيا انبسط إذا شوف شخص رجع طلع من الإصابة. ليش؟ لأنه هذا بيعطيني أمل. فكان العامل النفسي كتير ضروري. بشكل عملي التكنيكال يعني كان بصراحة الأمر جدا صعب، جدا جدا صعب، لأنه بيصير في عندك انخفاض بالقوة بشكل مو طبيعي، إن كان بالترايسبس وإن كان بالصدر، ولكن بنفس الوقت بيعلمك ككوتش، يعني علمني كيف اتمرن بطرق تانية، كيف اتعلم طرق تمرين جديدة، التايم اندر تنشن مثلا، في كتير طرق تمرين ما بتفوكس على الوزن بالضبط، اللي هي انه كيف انك تعزز موضوع البناء العضلي من غير احتياجك للوزن العالي جدا اللي هو كان سبب الإصابة وإصابة لاعبين كثار. بالضبط، كيف تفوكس على الهايبرتروفي، على الضخامة العضلية بدون ما تضطر انه دائما تشيل وزن كبير. لازم في اوزان صحيح. لازم الوزن يتحداك، ولكن بتخلي الوزن يتحداك بديوريشن بفتره زمنيه، يعني طول الجوله، بدل ما يكون مثلا الوزن اللي بدي اشيله خلال الجوله. فكان هذا امر ايجابي الحمد لله، خلاني اتعلم طرق ثانيه كيف بدي يعني اتمرن ومرن الناس اللي معي. بتيجي من ناحيه انه دائما بتقول لك انه العضل ما بيعرف انت كم شايل، ما بيقرا كم طاره انت حاطط عشان اسجل واكبر على هذا، العضل بيقرا المؤثر اللي اجى عليه، اللود اللي عليه. صحيح، اللود اللي عليه صحيح. انت اللود هذا ممكن تزيده وتعليه بنفس الوزن، يعني انت ممكن تشيل الوزن كبير بس ما في لود صحيح. على العضل، العضل نفسها ما حاسس باللود بالتايم اندر تنشن بهالامور هاي كلها، تركيزك على العده السلبيه مثلا اتوقع من الشغلات اللي دراسات. فهذا كان سبحان الله من الامور اللي حاولت يعني بفضل الله تعالى كان قدرت يعني حوله نوعا ما لامر ايجابي، انه بدل ما يكون امر سلبي بحت قدرت استفيد منه باني احاول اتعلم طرق تانية كيف اشتغل يعني مرن حالي قدر الامكان ومرن الناس اللي معي حول الاصابه. وتوقع ساعدك كثير مع متدربينك يعني اكثر شيء بالبي تي صراحه اونلاين ما اقدر اطبق. هلا انا بصدد انه حاول ان شاء الله يعني صور هالامور هاي مشان يكون في استفاده يعني للناس كلياتها.
بس بالأونلاين ما بتقدر تشرح يعني كل شيء 100%. بتقدر تطلب فيديو من الشخص. هلا في مثلا ناس منهم واثقين بالتمرين تبعهم، بقول له ابعث لي فيديو، بشوف الفيديو، بتشوف الزوايا اللي عم يلعبها، بتشوف حركة إيديه، حركة كواعه كيف، حركة كتافه كيف، بتقول له هذا صح أو غلط. ولكن في أمور صعب تشرحها إلا ما يكون الشخص قدامك، عرفت؟ فهذا الأمر يمكن بالأيام أقدر لاقي له حل عشان أقدر أشرحه عن طريق فيديو إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. طيب نتكلم عن بداية قناة اليوتيوب وبداية الاسم The Five Cool. إيش اللي نقلك؟ والله الاسم يعني صراحة هو مضحك. لا لك كيف صار. كنت بنادي آيجيم، تعرفوا آيجيم بعجمان؟ من شيء 14 سنة هنيك. إيه. محاربين قدامى ما شاء الله. هذا النادي والله كابتن أحمد الله يجزيه الخير هو صاحب النادي وصديقي يعني، وبديت معه أنا من هذيك الأيام. فكنت بمرن هنيك، فأنا اسمي محمد وكان في مدرب تاني اسمه محمد. وقت اللي حدا ينادي كابتن أو كابتن محمد اثنين أنا نطلع. أوكي. فهون بالإمارات شباب الإماراتيين عندهم كلمة بيقول لك مثلاً انت شو عندك سياره مثلا؟ راعي الفورد، راعي الكذا. فانا عندي فورد 5.0 الماستنج. اوكي. انا مستني نوصل للنقطه بالضبط. فوقت اللي نخربط بيناتنا كابتن محمد نطلع الاثنيناتنا يقول لك راعي الفايفو. فخلص فرفيقي فهد كنا عم نعمل انستغرام قال لي خلص حط طلب انت فايفو كوتش. ايوه حط راعي. وحطيته والله يعني كان راندوم يعني كان هيك بس سبحان الله مشي. لا مميز، براند مميز بعد. كان شوي مختلف وخلاص حطينا. ايش كانت فكرتك بداية يعني ايش اللي خلاك تفكر انك تبدأ قناة اليوتيوب؟ والله ما كان في بلاتفورم تاني تقدر تشرح عليه بطريقة مريحة. ايش اللي خلى عندك الحاجة انه اشرح يعني؟ هل كان نقص المعلومات وقت اللي كنت انا بدي اتعلم؟ انت بتحاول تصحح الاشياء اللي انت كنت تتمنى يكون موجود عاني منه البداية. عاني منه. كنت انا قلت لك بديت اتمرن بال98، فكان سبحان الله المصدر الوحيد للمعلومات يا اما نجيب المجلات الاجنبيه اللي يعني قديمه كتير، ممكن مثلا تتعلم منها بعض الشغلات، وممكن بعض الامور يعني تلاقيها هي مقال طويل عريض اخر شيء يطلع دعايه لبرودكت. عرفت؟ يا اما بدك تقعد مع شخص محترف وتتعلم منه وحرفيا تمسك ورقة وقلم تقعد تكتب تنقل منه يعني مشان تتعلم. فهذا الأمر كان حلو ولكن كان صعب. فالحمد لله يعني بعدين صار في عنا يوتيوب، فحاولت حل المشكلة اللي أنا كنت مارر فيها قبل، أنه يا أخي أنا كنت من الناس اللي عاني لبين ما أوصل لمشكلة، عفوا لأوصل لحل لمشكلة عندي. فهلأ إذا اليوتيوب موجود ممكن دور، وفعلا كنت دور على معلومة لأي، ولكن أغلب البحث اللي كنت أعمله بالإنجليزي، فما كان في كتير محتوى بالعربي. فبديت اول شيء بالانجليزي على فكره. اول شيء بديت ما بعرف الفيديوهات بعدها موجوده. أيه. ولا حطيتها بالارشيف ولا شيء، يمكن موجودين والله ما بعرف، بشوفهم. كان بالانجليزي كان من فيديو، بس بعدين شخص نصحني انه، وفعلا كان نصيحه ممتازه، انه المحتوى العربي جدا قليل، كان ب 2015 انه حول على العربي، وفعلا وقت اللي حولت كان يعني نصيحه جدا جدا كويسه. ينضج يعني صحيح صناعة المحتوى باللغة العربية بالذات في عالم. صحيح. وأودينس كبير معلم، عندك جمهور كبير جداً. كبير يعني ما شاء الله. فليش أنا أروح أحكي بلغة عندي فيها منافسة عالية؟ نعم. وعندي already access للغة المنافس ما عنده إياه. وحتى القبول حيكون مختلف. أنا حاولت أنا في قناة اليوتيوب حتى أن أبدأ بالأول كانت باللغة الإنجليزية. هي أتوقع بتيجي من باب أنه أنت المعلومات اللي أخذتها كانت باللغة الإنجليزية، فأنت ممكن بتفكر بالإنجليزي. ممكن بتصير أيوة أنه خلص أنا هي تعلمت بالإنجليزي لازم أحكي بالإنجليزي. بعرف أحكي بالإنجليزي. أيوة. ويمكن كان ما بعرف والله، يمكن كان السبب أنك تستهدف يعني شلون دي لك ريتش أعلى. بس بعدين وقت اللي تصير أنت تكنيكال أكثر بتصير تعرف أنه لا، الريتش الأعلى ما حيجي مع منافسة أعلى. وبالمقابل أنا عندي لغة المنافس تبعي ما عنده إياها، فهو ما رح يقدر يقعد يتعلم عربي، بده 4-5 سنين يقعد يحكي عربي. أنا العربي أوريدي موجود عندي والجمهور موجود. صح. فهذا اللي خلاني أحكي بالعربي. طيب ناخد يوتيرن هيك خارج شوي بعيدا عن الرياضة، نتكلم عن صناعة المال أو جني المال والاستثمار. كمدرب شخصي حضرتك الآن بأنك توقع أكثر من 10 سنين في مجال التدريب الرياضي، إيش مصادر الدخل اللي نوعا ما يعني احنا بنحكي من باب اذا واحد بيفكر يدخل كمدرب شخصي او يدخل في عالم التدريب بشكل عام، ايش مصادر دخل الواحد حيكون معتمد عليها على اساس انه
يكون عنده مصدر دخل ثابت. اذا 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 قصدك اذا شاب صغير وبده يفوت بمجال التدريب من جديد. اوكي. هلا بهالحاله انا بنصحه بشغله انه دائما يبدا مع نادي. يبدا مع نادي ليش؟ لانه وقت اللي حيبدا مع نادي، النادي رح يوفر عليه بعض الامور. النادي عنده بادجت اعلى. اول شيء بيوفر عليك موضوع السكن. انا عم بحكي على هون على الامارات باي ذا واي، ما بعرف اذا باماكن ثانيه الامر مختلف الله اعلم، فانا عم بحكي هون. وقت اللي انت تكون بالامارات بدك سكن، بدك فيزا، بدك مواصلات، بدك هالامور، هاي اللي رح تكون كلفتها عاليه عليك اذا انت بادي من جديد. فابدا دائما مع نادي سنه سنتين ثلاثه اربعه، ومو شرط دائما تكون الحركه غدر، يعني انك تغدر بالنادي وتطلع. انا ليكني عم بحكي لك هلا على 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 اي جيم، هلا عم بذكره بالخير، وسبحان الله امبارح انا قاعد مع كابتن احمد، يعني شخص ساعدني كثير الله يجزيه خير. ممكن انت دائما تبني علاقه كويسه مع الناس اللي اشتغلت معهم بالماضي. فالمهم وقت اللي انت تبدا بنادي بتوفر على حالك موضوع الفيزا، موضوع المواصلات، موضوع السكن، تمام؟ وبنفس الوقت بتكون عم تشتغل على حالك كشخص، تعمل انتشار لإلك، تعمل شوي اسم لإلك بين اللاعبين، بين قرايب اللاعب، بين أصدقاء اللاعب اللي عندك، مشان وقت اللي تطلع تعمل بي تي الأرزاق بيد رب العالمين. ولكن في أسباب، من ضمن هالأسباب هي إنك تعمل اسم لحالك، تعمل نتيجة مع الناس اللي اشتغلت معهم، نتيجة إيجابية توصلهم لهدف كويس، مشان يجي بعد مثلاً كم شهر يقول والله الكابتن فلان هو اللي وصلني، فيصير أنت عندك رغبة، يصير اللاعب عنده رغبة إنه يشتغل معك. البورتفوليو تبعك. بالضبط البورتفوليو تبعك. فنصيحتي الأولى إنه ابدأ مع نادي، اشتغل على حالك شوي كمدرب، اعمل شهادات لألك، اعمل خبرة لألك، اعمل نتائج عفواً ممكن لإلك وممكن للناس اللي عم تشتغل معاها، اعمل نتائج مشان يكون عندك اثبات انه انا فعلا بعرف شو عم بشتغل، مشان وقت اللي يكون تحول من الـ من الـ التدريب العادي للبي تي لانك تطلع فريلانس، يعني يكون في عندك اوريدي بروف، يعني انه انا فعلا مدرب كويس وعم بقدر وصل النتائج اللي عم بوعدها. تمام. هي بالنسبه للبي تي. بالنسبه للبي تي. طيب هلا المصادر الدخل اكيد ما حتكون انت معتمد على مصدر دخل واحد، لانه مش دائما عندك حصص، فبدك تنوع ما بين مثلا اللي هي التدريب الشخصي اللي هو البي تي والاونلاين تريننج. واتوقع برضو واحد من المجالات القويه جدا انك تعمل كورسات اونلاين، حاجات زي قناه اليوتيوب مثلا، او صحيح كورسات تباع اونلاين، لانه هذا حتعطيك ما يسمى بالدخل الايجابي. صحيح. وانت نايم. صحيح. والله معلم هلا شوف صراحه الاونلاين مجاله كتير كويس، كتير كتير كويس. في ايام انا الاونلاين الحمد لله وصلني لمرحله انه ما بدي اعمل بي تي، عرفت؟ ولكن انا بحب البي تي، يعني انا بحب اجي على النادي واقعد نص نهاري هون، عرفت؟ ومرن، بس ما بحب اقضي نهاري كلياته. فلذلك يعني عم حاول لاقي شلون بدي اقول لك طريقه بين نسق انه بين الاثنين. هلا في شغلات انا بالاونلاين خدمات كانت عندي ولكن لغيتها، لانه حسيت انه بصراحه ما عم اقدمها بشكل يخدم الكلاينت 100%، فلغيتها. وفضل الله تعالى كان في له دخل كويس، ولكن لغيتها مشان اقدر اكون فعلا قادر على اني الجوده، لانه هذه بالاخير سمعتك هي الخامه اللي انت بتبيعها. بالضبط. فما بتقدر تجي، وحرام اصلا توعد لاعب بانه والله انا البرنامج هذا رح يعمل لك 1 2 3 وانت منك قادم تقدم 1 2 3. فانا لغيت هالسيرفيسز كلياتها، عم فوكس هلا على على البي تي بس اللي عن طريق الواتساب. الناس عم ترغبوا أكتر بحيث أنه أقدر وصل اللي أنا عم بوعد فيه، تمام؟ في شغلات تانية هلا إن شاء الله قريباً رح تكون موجودة أونلاين كمان بتكمل هالدخل هذا، ومثل ما تفضلت بتكون دخل بدون ما يكون سيرفيس، بدون ما بده، مش محتاج شغل مني أو من التيم، بيكون بس عبارة عن برنامج جاهز ممكن الشخص يشتريه وفعلاً يستفاد منه، لأنه إن شاء الله رح يكون مصور بطريقة جداً احترافية، مشروح بشكل جداً كويس، فيكون فعلاً سيرفيس يعني يؤدي الغرض. والشخص اللي عم يشتري الشخص اللي عم يشتري هالبرودكت هذا يكون حس بقيمة هالبرودكت، عرفت؟ فما يكون حاسس انه والله انا عم يضحك علي، اولا بيرجع لك، وثانيا يعني بتكون عم تشتغل بطريقة ترضي الله. برافو عليك. انا بشوف انه هذه واحدة من الذهب، او يعني المصادر الذهبية اللي ممكن تعملها انت كمدرب، انك تعمل اشي ينباع لحاله. صحيح. لانه انت وقتك محدود، زي ما حكيت مش حتقدر تدرب 100 واحد بيرسونال تريننج. صحيح. والاونلاين برضه بدك تلاقي طريقه انه حتى الاونلاين نفسه يصير آلي اوتوميتد. هو اوتوميتد يعني جزء منه اوتوميتد، ولكن دائما دائما لازم يكون، او الاحرى انا عن حالي دائما في شيء بالضبط البسيطه هنا التعديل تبع البرامج. يعني مثلا هلا هالاسبوع هذا عندي شغل لبرامج تبعول رمضان.
ما بقدر اعمل برامج جاهزه لرمضان، لانه مثلا قلت لك في عندي كلاينتس مثلا في اوروبا بيفطروا 3-4 ساعات بس، هذا يلا حط له وجبتين وشيك يعني كتير، عرفت؟ في ناس مثلا قاعده بمناطق تانية عندهم ساعات الفطور، فلازم كاستم، ما راح يعني الاوتوميتد هو عمليه عم تكون شراء البرنامج، شراء الخطه، بعض المتابعات، بعض الاسئله اللي توصل بشكل اوتوماتيكي، بس بالنهايه الشغل انا لازم اشتغله. ايش تطلعاتك لبراند ذا 5 او كوتش؟ والله انا كثير متفائل خير ان شاء الله، قلت لك بالفيديوهات اللي ان شاء الله راح تكون جايه بالفتره القادمه راح تكون ان شاء الله تؤدي يعني سيرفيس كويس، الشخص اللي راح ياخذها راح يستفاد منه باذن الله، تمارين متقدمه بشكل حلو، مشروحه بشكل حلو، وان شاء الله في كولابوريشن مع شويه اسماء اجانب هنن منهم عرب، فهذا راح يكون دوري انا بالامر انه اعمل النسخه العربيه من السيرفيس تبعهم او من البرودكت تبعهم، ان شاء الله يكون في يعني شغل حلو. فهذا قبل ما نختم هل في نصيحه معينه حسيتها اثرت فيك او مقوله بتعيش فيها انت؟ والله في كتير ما لي متذكر شيء هلا. هات اول شيء بيجي على بالك. والله ما لي متذكر شيء. قصدك بال 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 بالحياة، بالتمرين بشكل عام، بالتمرين، بالتغذية، ايش اللي بيخليك بالتمرين؟ في شغله مره اتوقع دوريان ييتس حكاها، اتوقع والله على مالي متذكر، بس شفتها مكتوبه جنب صوره دوريان ييتس، فيمكن هو حكا. اكيد عم اديت على يمكن هو حكا. كان وقتها قال the reason why many fail is because they prioritize what they want at the moment over what they prioritize over what they want the most. يعني مثلا السبب اللي بيخلي ناس كتيرين تفشل هو انه بيفضل شغلة بده اياها بوقت معين اكتر من الشغلة اللي بده اياها يعني هي الهدف النهائي. وهو كان عم يحكي عن موضوع الالتزام بالتمرين والدايت، يعني مثلا شخص هدفه يعمل كومبيتيشن، تمام، بس انا خلال اليوم هدفي اكل هالبسكوتة هاي. كسر النظر. ايوه، فصار عندي هدفين ضد بعض. فلا، انت بدك تبدي الهدف اللي عندك هو اسمى اكثر من الهدف اللي هلا اللي هو الاني مشان توصل. يعني هو نوعا ما واضح الكلام، ما بده يعني علم، بس للاسف هو فعلا هالجزئيات هاي اللي بتخلي كثير، لانه ما يكون في الواحد بتضيع المعلومه هذه في لحظات ضعف. يعني ممكن الواحد لما تيجي تحط معاه الجدول الرياضي اول مره بحكي لك نعم وحنطلع على الستيج وحنصير اقوى ناس وحنبني عضل، بس اول مطب بيجي زي ما انت حكيت بصير عينه على اللي قدامه. معلم لو تشوف قديش بيجيني هالحكي هذا، انا كابتن اعمل لي برنامج خلص ما باكل، اللي ما باكل ما باكل تمام خير ان شاء الله، بعمل له البرنامج بيقول لي هذا بس اليوم ولا كل يوم؟ يا زلمه لسه بتسمع. ايوه لسه ما بدي، لا كل يوم. طيب في الكتاب كابتن محمد مناف نصيحه للجيل العربي الصاعد. والله الرياضي. خليني افكر، نصايح ماني كثير جيد فيها عشان هيك بدي افكر. الناس اللي يعني ايش نصيحتك؟ انا سهل لك اياها. نصيحتك لك لما كان عمرك 18 سنه، حاول سهله قد ما تقدر. انا بسهل لك اياها. لو انت رحت ل كابتن محمد مناف لما كان عمره 18 سنة، والله معلم إيش حتنصح؟ حاول 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 تشتغل مع شخص يقدر يثبت لك العلم اللي عنده عن طريق نتيجة مش عن طريق شكل. يعني أفضل مثال إنه وقت اللي تروح عند مدرب وتلاقي شكله ما شاء الله بيجنن بس ما عنده الخبرة. صح. للأسف 90% من الناس بده يعني اوتوماتيكلي راح يتقبل الكلام لانه شكله مقنع. أيوة. عرفت؟ انا بدي اصير زيك. ايوه انا بدي اصير زيك. او مثلا مو هيك بدي يعني قبل شوي، يعني انه المراحل كلها انكلودد مع هذا الشخص، عرفت؟ فلا، مش شكل الشخص هو اللي بيحدد، هو النتيجه، العلم اللي عنده والنتيجه اللي عم يقدر يوصلها. فهي يمكن لانه بصراحه في ناس يعني عم تضيع أشهر وسنين مع يعني ما بقدر أقول مع مدربين ما عندهم خبرة، أو خلينا نقول مع ناس ما اشتغلوا بطريقة لازم كان يشتغلوا عليها. أنا أتوقع تصديقا لكلامك كابتن محمد، مو كل لاعب بينفع يكون مدرب. لا أبدا، مستحيل. مو كل زي ما يكون مدرب ما بينفع يكون لاعب، بس يعني مستحيل. لأنه بشوف الشكل الجميل والبطولات، هذا لاعب جيد. صحيح. بس هل هو مدرب جيد؟ لا. طلع على مستوى المحترفين، كم لاعب أولمبيا صاروا محترفين مدربين؟ يعني معدودين على الأصابع. عندك ميلوس صار مدرب توب، ديف كولومبو، منسر، يعني جدا معدودين، مش كل البروز صاروا مدربين.
ويمكن ما كلهم بدهم يصيروا مدربين، ويمكن بعضهم فعلا ما قدر يصير مدرب، يمكن هو لاعب رائع بس منه مدرب. صح، هي في كرايتيريا معينة أو صفات معينة أنت محتاجة في المدرب. طبعاً طبعاً معلم، طريقة التواصل مع اللاعب هي بتبدأ من طريقة التواصل مع اللاعب. هي يعني مثلاً قلت لك أنا اشتغلت مع هوان موريل، هو صديقي واشتغلت معه فترة، كان هو يدربني. صحيح. والله أنا لليوم يمكن دربني هو بألفين 2015 ل 2017 أتوقع سنتين بقينا مع بعض، يعني يمكن أحلى تجربة تدريب. واو. شخص جدا جدا هيمن هوي، جدا جدا أكسيسبل، سهل أبروتشبل، سهل إنك تتواصل معاه تحكي معاه، بيحكي معاك بطريقة جدا لبقة، بيسألك عن حياتك الشخصية. وقت اللي تكون أنت مثلا منك بالهي يعني منك بالمنتاليتي اللي أنت لازم هي بيكون شديد وكذا مشان يوصلك للهدف اللي بدك اياه. فما شاء الله تجربة تدريب رائعة. فأنا من تجربة التدريب اللي عملتها معاه بمقابل تجربة تدريب عملتها مع شخص تاني، عرفت شو الفرق بإنك تكون مدرب ناجح أو مدرب غير ناجح. يعني صح، كان صح. فرق الأرض للسماء، تأثر معك كتير. الحمد لله كابتن محمد مناف، أشكرك جدا على الحديث فيك. الرائع جدا والله، إحنا لو كملنا يعني لا يمل الحديث. الله يحفظك يا رب، أنا بتشكرك كتير على الفرصة الحلوة، الله يعطيكم العافية. إن شاء الله نعيد إن شاء الله بعد ما يتم المشروع، نأخذ فيدباك من بعد المشروع. جاهزين معلم، جاهزين، إن الشرف. متابعينا ومستمعينا، أشكركم على حسن استماعكم ومتابعتكم، إن شاء الله نشوفكم في بودكاست تاني. اللي بده يتابع كابتن محمد مناف وين بقدر يتابعك؟ موجود على يوتيوب، إنستغرام، تيك توك، يلي بدكم كله. اكتب دي فايف كوتش حيطلع لك كابتن محمد، يطلع لك أنا. شكرا جزيلا لك دايما خالد، الله يبارك فيك يا رب، الله يحفظك، مشكور على الفرصة الحلوة، إن شاء الله عجبك. انت